الدكتور هاني نجم برع في داخل السعودية وبرع عالميا خارج السعودية. مهما كان المخاطر لابد من أخذ الخطوة، لابد أني أنا نأخذ المخاطر، لابد أن نقدم العلم. إجراء عملية لجنين هو مشبوك بالمشيمة ولا يتنفس شيء يعتبر خيالي. اللقاء من الصفر اليوم الخامسة بتوقيت السعودية على الـ NBC1. رمضان يجمعنا.